الآن معنا من تل أبيب مردخاي كيدار من قسم الدراسات العربية في جامعة بار إيلان. سيد مردخاي، هذا القرار هل هو دق مزيد من الأسافين في نعش المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ أنا حقيقة لا أفهم هذا الكلام. هل على إسرائيل أن تبحث عن إذن من أين في العالم؟ هذه عاصمتنا منذ 3000 عام، وكنا هناك عندما كان آباؤكم يشربون الخمر ويأيدون البنات ويعبدون العزة واللات والمنات، فلماذا علينا أن نتكلم عن هذا الشيء؟ هذه هي مدينتنا من 3000 عام وإلى أبد الأبدين. يا أخي، إذا كنت تريد عفوا سيد مردخاي، عفوا إذا كنت تريد أن تتحدث عن التاريخ، أيضا نحن نتحدث عن القرآن. لا يمكن لك أن تلغي القدس من القرآن. أرجوك أن تبتعد عن الألفاظ التي تسيء للعرب والمسلمين. رجاء لنبقى في موضوعنا لو سمحت. الآن هذا القرار ألا يتعارض؟ لم يرد ذكر القدس في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده. ذكر القدس أوكي. لم يرد في القرآن طيب ولو مرة واحدة. يا سيدي، لنتحدث بالسياسة. عفوا، لنتحدث بالسياسة. الجزيرة. لنتحدث بالسياسة لو سمحت. أوكي. القدس خارج المفاوضات. القدس لليهود نكتة. لا يمكن الكلام عن القدس بأي شكل من الأشكال. وأنتم تعيدون هذه الكدية مرة بتلو الأخرى عن المستوطنات. يا سيد مردخاي، المستوطنات يعني نحن نتكلم عن شكك جديدة داخل مدينة القدس. حسب تتحدث عفوا سيد مردخاي تتحدث عن بناء حوالي 1000 وحدة، وكان هناك قرار بإقامة 10000 وحدة، وتم وقف هذا القرار، والآن تتم عملية تسريبات من تحت الطاولة. 1000 2000 3000، يعني القدس ربما ستشمل الضفة الغربية بعد ذلك، أليس كذلك؟ يا أخي، إسرائيل لا تعد الشكك التي تقيمها قطر في شبه جزيرة قطر، فما شأن لكم بالقدس؟ القدس مدينتنا إلى أبد الأبدين، ولا شأن للجزيرة ولا لأحد في مدينة القدس نكتة. هي مدينة لليهود فقط، ليس لأحد أي شأن بمدينة القدس. يعني هل تريد أن تقول بأن كلامك هذا يعني بأن المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتم بناء على الأمر الواقع الذي تتحدث به الآن يا سيد مردخاي كيدار؟ يا أخي، أنا أدعوك للقدس لتشوف بأم عينك كيف القدس أصبحت مدينة زاهرة بعد أن كانت خاربة تحت أيدي العرب حتى 67. نحن بنينا هذه المدينة من جديد، وهي الآن مفتوحة للمسيحيين وللمسلمين ولليهود على حد سواء، كما لم تكن أبدا تحت سيطرة الإسلام، لأن الإسلام أقصى اليهود من القدس والمسيحيين أيضا. طيب، بعد أنا أريدك أن تعطيني جوابا، يعني لماذا كلما كانت هناك مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تتحدثون عن الاستيطان وتصدرون قرارات بالاستيطان، مزيد من قضم الأرض، مزيد من تهويد الأراضي الفلسطينية، وبالتالي قتل مقومات قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، أليس كذلك؟ هناك حتى اليوم ولا حرج، هناك دولتان فلسطينيتان، دولة في غزة ودولة إن شاء الله ستقوم على الضفة الغربية. وإذا استمر الفلسطينيون في هذا السلوك وعدم الجدية في المفاوضات، ستكون هناك دولة في الخليل ودولة في رملة ودولة في نابلس ودولة حسب في جنين. حسب المواصفات التي تتحدثون، حسب المواصفات التي تضعتها إسرائيل، ولكن القرارات الدولية مخالفة لكل ما تقول به سيد مردخاي. القدس الشرقية محتلة، الكل يعرف بذلك. الضفة الغربية ليست تابعة لأي دولة في العالم، لأن ليس في هذه المنطقة أي سيادة لأي دولة. مثل أنتاركتيكا في الجنوب، لا، الأردن كانت محتلة لهذه الأرض. ليس في الضفة الغربية أي سيادة لأي دولة
בחילוף الجولان בחילוף جزيرة سيناء בחילוף اجزاء اخرى الدفع الغربية ليس عليها اي سيادة لاي دولة في العالم ولذلك لا يمكن لاحد ان يكون بيعني هذه هي منطقة محتلة من اي دولة احتلت هذه المنطقة الاردن كانت محتلة حتى 67 واليوم اسرائيل ايضا هي تحت سيطرة اسرائيل هذه المنطقة لا تتبع لاي دولة في العالم ولذلك نحن نتمكن من أن نقيم عليها ما نشاء. مردخاي كدار قسم الدراسات العربية جامعة بار إيلان تل أبيب.